فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. السلام عليكم متتبعي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان نلقاكم بتمام الصحة والعافية. هذه المرة غادي نتلاقاو في فيديو جديد يكون حول السفر لي اخر مرة انني سافرت فيه لمدينة بنيدورم. في هذا الفيديو ان شاء الله نحاول نتكلم لكم على هذه المدينة المشهورة بزاف، لي معروفة بالبلايات والشاطئ ديالها اللي كيمتد على طول الساحل، ومعروفة بزاف بالبحر وكيزوروها بزاف ديال السياح من جميع اقطار العالم، لان الشاطئ ديالها نقي بزاف ورائع واكثر من رائع. كيجيو ليها الناس من مختلف الجنسيات، فرنسية، بريطانيا، المانيا وبلجيكية وبزاف ديال الدول. فالمناخ ديال هاد المدينة المشهورة والبناية ديالها والعمران ديالها وطريقة البناء كذلك ديال العمارات ديالها كيجعل منها مدينة من المدن الشاطئية اللي كتستقطب كثير من السياح اللي كيجيوها من جميع أنحاء العالم، ومعروفة ومشهورة خصوصا في الصيف، فهي ما كتخواش وكتبقى يعني بالنهار وبالليل كتكون عامره، يعني حتى في الليل انها كتبقى بواحد الوقت اللي هو متاخر جدا، يعني مع 12 الليل كتلقاي فيها المحلات والناس كيدوروا، كتلقاي المقاهي يعني المطاعم كلشي خدام بالليل. فهاد المدينة هادي من المدن اللي كنصح بها انها تتشاف، ففعلا فهي كتستحق زيارة وهي رائعة جدا، ومن الاماكن اللي كنصح بها انها تشاف هاد في المدينة هادي ديال بنيدورم، فهو الشاطئ ديالها والمدينة القديمة والازقة ديالها اللي عامرين عندها واحد الطعم ديالها واحد الحياة لا توصف، فهي ديما عامرة نهار وليل وكتبقى مفتوحة. وكذلك المحلات والبيع والشراء ديالها راه يعني في منتصف الليل كما سبقت ليا قلت لكم ما كيسدوش المحلات نهائيا، وفي واحد فيها واحد لومبيونس وكذلك واحد لوشاغم على جهه، وفيها كذلك كل بلاصه فيها مختلفه على جهه اخرى، والنص ديال بنيدورم كل اوتيلات ومقاهي والمطاعم اسبانيه والعربيه، وكذلك فيها مطاعم باكستانيه وكتلقاي فيها اغلبيه مطاعم باكستانيه يعني باكستانيه وتركيه اللي عندهم اكل حلال. ومن بعد البلايص كذلك ممكن بنادم يشوفها، فهي بلاصه ديال الكاستيل. هذا المكان كيستحق انه يتشاف، زوين بزاف ورائع، فهو جا في وسط المدينه القديمه خصوصا في الغروب اغلبيه الناس كيتصوروا فيه. عند الغروب كاين الناس اللي كيرسموا، كاين اللي كيتصوروا مع الغروب، وكذلك كاين اللي يعني كاين بزاف اللي كيزاول الرياضه ديالو، كاين على حسابو، كاين اللي كيتمشى. وهنايا وانا كنحكي لكم وانا كنتصور المنظر، بالنسبه ليا يعني بقى راسخ في الذهن ديالي. وبالنسبه للمدينه راه المراكز التجاريه فيها يعني عده مراكز تجاريه مهمه على شكل بازارات ديال الاجانب، وفي المدينه ممكن تشوفوا بزاف ديال الحاجات، يعني في ظرف يومين ممكن تشوفوا المدينه. والمهم اللي تشاف في هذه المدينه وهي المدينه القديمه والمعالم ديالها وكذلك الشاطئ والبحر ديالها، فهادو هما الحاجات اللي انسان ضروري يشوفهم، اللي ما شافهم ما شاف والو. اتمنى تكونوا قضيتوا معايا وقيت زويون وفوجتوا معايا وتاريتوا معايا في الفيديو. اذا كان عندكم اي تساؤل او استفسار حول المدينه او حول اي حاجه يعني كبيره او صغيره، ممكن تخليولي
التعاليق أسفل الفيديو إن شاء الله بحول الله غادي نجاوبكم عليهم، وترقبوا إن شاء الله فيديو جديد إن شاء الله غادي يكون حول تكون نزهة إلى البحر، وكذلك غادي يكون فيديو ديال السكن فين كرينا، وغادي نحاول نوريكم إن شاء الله السكن اللي كرينا، وغادي ندوي لكم على الأثمنة وعلى بزاف ديال الحاجات. وإذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة أو مشاهدين جدد، كنتمنى أنكم تشتركوا في القناة، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم الجديد إن شاء الله، وما تنساوش لايك باش تشجعوني وإن شاء الله بالمزيد من العطاء إن شاء الله، وفرجة ممتعة، نخليكم مع المزيد ديال الفيديو وفرجة ممتعة.